السلام عليكم. بالبداية حاب أعرفكم نفسي، أنا اسمي فهد من محافظة المثنى. اليوم حاب أحكي لكم موضوع معين اللي هو منهج الرياضيات للصف الثاني ابتدائي لعمر 8 سنوات. الكتاب من تأليف دكتور أمير عبد المجيد جاسم ومهدي مال الله مكي وميسلون عباس حسن وسعد عبد الجبار حسن وعبير محمد عبد الغفور، الطبعة الثالثة 2018. طبعا بالمقدمة هما حاكين كأي مقدمة كتاب، شدني سطرين من مقدمة الكتاب اللي هي تقول: فهو بذلك يمثل دعامة من دعائم المنهج المطور في الرياضيات إلى جانب دليل المعلم وكتاب التمرينات، وعليه نأمل أن يسهم تنفيذها إكساب التلاميذ المهارات العلمية والعملية وتنمية ميولهم لدراسة الرياضيات. خلنا نشوف هالكتاب ينمي هاي الميول لو يكره الطلاب بالمنهج اصلا. نجي للمحتوى اللي هو الفهرس، بداية الكتاب الفصل الاول الاعداد حتى 99. طبعا هو بالبداية شي يقول في صفحة 12: اكتب العدد بالصورة التحليلية، مطيهم 619 وحال لهم اياه عيساوي 9. هذا طبعا اذا حللنا الرقم يحلل له احاد وعشرات ومئات. يريد الطالب في صف ثاني ابتدائي يحلل له، يقول له هاي 9 مكانها بالاحاد وعشرة وستمية. ما اعرف شلون طالب بالصف الثاني ابتدائي بهيج مستوى بعمر 8 سنوات يدبر هذا الشيء. والنوب يقول له اكتب القيمة المكانية، يعني طالب صف ثاني ابتدائي تقول له اكتب لي قيمة مكانية؟ ما اعرف. النوب يجي هنا ينطيهم اكبر واصغر، يرتب الارقام تصاعديا ومطي ارقام 867 و945 وكذا، ويقول له سطر ليهم تصاعدين او تنازلين او منو اكبر ومنو اصغر. ما اعرف طفل، يعني هسه احنا كنا بالسادس ابتدائي، الله يذكر اساتذتنا ويحفظهم ان شاء الله، بالسادس ابتدائي يشرحونا واحنا ما جاي نفهم هيك مواضيع. مواضيع صعبه صعبه، مو مستوى طفل عمره 8 سنوات. انه بيجي انا جاي انطيكم امثله حتى تكونون على بينه. مطيهم مثلا هذا صفحه 19، يقول في مدرسه باسمه عدد تلميذات الصف الثاني عدد فردي ويتألف من رقمين ومجموع أرقامه يساوي 7، ما البدائل الممكنة لعدد التلميذات في الصف الثاني؟ طالب صف ثاني تهيجي مسألة. أنا سألت عليها طلبة كليات وأصدقاء اللي يظلوا صافين ما يعرفون يحلونها. إنه بيقول له أنا عدد بين 300 و400 ورقم أحادي 6 ومجموع أرقام 3 يساوي 11، فمن أنا؟ حزورة هي، فمن أنا؟ ما اعرف. انه بيقول الطرح الذهني، يريد طالب صف ثاني ابتدائي يطرح له ذهنيا 45 ناقص 18 بذهنه، مو كتابته، وغيرها من المواضيع. وانه بيعطي حتى مجسمات واشكال هندسيه. انه بيكون عندنا هنا هم مساله: جمع فراس بيانات حول الفاكهه التي يفضلها اصدقائه، إذا كان عدد الذين يفضلون التفاح ضعف عدد الذين يفضلون البرتقال، وعدد الذين يفضلون البرتقال ضعف عدد الذين يفضلون الموز، وعدد الذين يفضلون الموز 6، فأوجد عدد الذين يفضلون كل فاكهة ومثل الأعداد في جدول. أدري شيء هاي نفس السالفة، بطتنا بطت بطتكم وفوسي وكل شيء ما تفتهم من عندها. طالب صف ثاني ابتدائي يريد يدبر هذه الأعداد اللي هي ضعف، يعني 6 ضعفها 12 وهكذا تصعد تسلسل الارقام. يريد طالب صف ثاني ابتدائي يدبر له هيك شيء. عموما انا ما اعرف اللي خلى هذا المنهج اللي هم ذول المؤلفون، ما اعرف شلون كانوا يقيسون هذا الشيء. يعني طلبه، بس هي هسه احنا دائما نحكي من منطلق ومن باب انه هذا الشيء مخطط له وهذا الشيء مدفوع الثمن وهذا الشيء، لا هذا لا مدفوع الثمن ولا شيء. جيب ناس مو خوش
أغبياء وحطه بمواقع المسؤولين مناصب عليا، راح ينتج لك هذا الشيء. جيب ناس مو أكفاء ولا يفتهمون بالمادة وحطهم هيك مكان، راح ينتجوا لك هذا أكيد. يعني هذه تحصيل حاصل، فشلون يعني أنت تريدهم يتفوقون على هذه المادة؟ هسه هذا الجيل تلفتوا أنتم، وصار كل واحد من عندهم تابع لجهة معينة وعنده رمز من رموزكم هاي التافهة طبعا، واللي بقوا شيء قليل اساسا ما مو بالحسبان. بس ليش الاطفال هسه هاي الاطفال حتى الجيل راح تدمرونه؟ حتى الجيل ما سلم عندكم، حتى هاي الاطفال عمره 8 سنوات ومن هسه جاي تربوهم على الفشل؟ يعني طالب من تقول له انا عندي بنيه طفله عمرها 8 سنوات تظل تبكي، يقول له بابا ما جاي افهم، ما جاي افهم، انت جاي تحكي ما جاي افهم، وكانه شيء اكبر من دماغه واكبر من طاقته. شلون هو الكوب مال الجلاس ياخذ مثلا ربع لتر، انت تحط بيه لترتين شلون؟ ما اقول الا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله.